نشرة الأخبار لهذا اليوم من قناة حضرموت، وإليكم أبرز العناوين. الإطلاع على جاهزية القوة الأمنية الأولى لدفعة الأمن والشرطة بساحل حضرموت. في لمسة وفاء، كلية الآداب بجامعة حضرموت تكرم عمدائها السابقين وكوادرها المميزة وأوائل الطلاب. مؤسسة العون توقع 4 اتفاقيات لتمويل مشاريع صحية وتنموية بأكثر من 60 مليون ريال. إتلاف طنين من المواد الغذائية والصحية منتهية الصلاحية بالمكلا. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. بتوجيهات من مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت، قام مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بساحل حضرموت النقيب علي سعيد عليان بمعية مدير الإدارة المالية بأمن وشرطة الساحل النقيب أنور بارواعي إلى معسكر حضرموت بوادي نحب للإطلاع على التدريبات الخاصة بالقوة الأمنية الأولى لدفعة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، والبالغ عددهم 430 جندياً. وتعرف من مساعد مدير الأمن لشؤون التدريب العقيد غيثان البحسني ومدير التدريب والتأهيل بأمن المحافظة العقيد لبيد الحميري وقائد معسكر حضرموت بوادي نحب العقيد عبد الله باجبير والمشرفين على تدريبات أفراد الأمن والبرامج التأهيلية لتخريج الدفعة الجديدة التي سيتم توزيعها على مختلف مديريات الساحل. وألقيت عدة محاضرات توعوية وإرشادية وتخصصية للمتدربين لرفع معنوياتهم وإرشادهم ببعض القواعد الأمنية. كرمت كلية الآداب بجامعة حضرموت في حفلها التكريمي الأول العمداء السابقين والمتقاعدين والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين وأوائل الطلاب والمثاليين بقاعة الفقيد علي هود بعباد برئاسة الجامعة. وفي الحفل أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي على اللفتة الطيبة ولمسة الوفاء بتكريم وتقدير جهود جميع العاملين في كلية الآداب عرفانا بما قدموه من جهد في خدمة العملية التعليمية بالكلية ومساهمتهم في تخريج كوكبة من الطلاب المؤهلين في البكالوريوس والماجستير. من جانبه أشار رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش أن الجامعة انفردت بانتخابات العمادة داعيا الهيئة التدريسية إلى الالتفاف نحو القيادة المنتخبة ومساعدتهم والتكاتف لتنفيذ برامج الكلية القادمة، مشددا على ضرورة انتماء كافة منتسبي الجامعة إلى جامعتهم والحفاظ عليها. وشكر عمادة كلية الآداب السابقة التي تحملت العمل في ظل ظروف عصيبة، وقدم الشكر لكافة عمادات كليات جامعة حضرموت وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب على حرصهم وحفاظهم على صرحهم العلمي خلال الفترة الماضية. عميد كلية الآداب الدكتور محمد عوض بارشيد في كلمته أكد أن خطة عمادة الكلية خلال المرحلة القادمة تتمثل في إعادة تأهيل القاعات الدراسية وتطوير الجوانب الأكاديمية وتفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة، مشيرا إلى أن الحفل يأتي عرفانا من عمادة الكلية لكل الذين قدموا جهدهم لخدمة العملية التعليمية بالكلية منذ تأسيسها قبل نحو 10 أعوام. وأكد أن من ضمن البرامج التي سيتم افتتاحها لبرامج الماجستير والدكتوراه بعض التخصصات بكلية الآداب للفترة المقبلة. وتخللت الحفل فقرات إنشادية ووصلات غنائية وألعاب شعبية وقصيدة شعرية ومسرحية كوميدية هادفة قدمها طلاب الكلية. حضر الحفل نواب رئيس الجامعة والدكتور عبد الباقي الحوثري مدير عام مديرية مدينة المكلا ومستشار محافظ حضرموت لشؤون الشباب رياض الجهوري وعدد من عمداء الكليات والأكاديميين. شيء بسيط نقدمه لمن قدم جهده وطول وفترة عمره كلها لخدمة هذه الكلية، كلية الآداب، فأقل شيء نقدمه هي درع تكريمي لهؤلاء المتقاعدين والموظفين المتميزين وأعضاء هيئة التدريس المتميزين والطلاب الذين نجحوا وكانت عصارة جهدهم هو نتائج امتحاناتهم وتفوقهم وتميزهم في دراستهم، وبالتالي أقل شيء ممكن نقدمه لهؤلاء الطلاب
وهو لمسة وفاء. طبعا هذه جاءت تحت شعار لمسة وفاء. هناك الكثير من الأساتذة المتقاعدون الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الكلية، كلية الآداب والجامعة، للأسف لم يذكرهم أحد، فبادرت عمادة الكلية الجديدة إلى أن تكون أول خطوة لها رد الوفاء لهؤلاء الناس الذين بذلوا كل أعمارهم وجهودهم وأفكارهم في خدمة كلية الآداب. عقد بمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت اجتماعا دوريا للجنة المكلفة من محافظ المحافظة بتشغيل مستشفى حضرموت للأمومة والطفولة وتشغيله خلال الصيف القادم. وأكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور رياض الجريري أن اللجنة أنهت المرحلة الأولى من تقريرها وأقرت تكليفات جديدة للأسبوع القادم، وأشار بأنه من المتوقع انتهاء اللجنة من تقريرها خلال 10 أيام، سيتم بعدها تسليم التقرير لمحافظ حضرموت للبدء في إجراءات التنفيذ والاستعداد لافتتاح المستشفى الذي سيستفيد منه أبناء حضرموت ومحافظات الإقليم بشكل عام. طالبت قيادات في اتحاد شباب مديرية المكلا والذي يضم جميع الملتقيات والمنتديات والفرق التطوعية في مدينة المكلا، طالبت اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع أن تولي الشباب اهتماما أكبر والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم وإفساح المجال أمامهم للمشاركة في إنجاح هذا الحدث الذي تنتظره حضرموت بكثير من التطلعات والأمل، وبما يسهم بوضع رؤية مستقبلية موحدة وشاملة لها. وأعرب قياديون في اتحاد شباب مديرية المكلا خلال لقائهم بعدد من أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أعربوا عن شكرهم لزيارة اللجنة والالتقاء بالمختصين في اللجان التحضيرية. وتناول اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بالعملية التحضيرية للمؤتمر والتوجهات المستقبلية بعد مناقشة مسودة الأسس والمعايير التي بموجبها سيتم اختيار الهيئة العليا والمندوبين للمؤتمر. كما تناول اللقاء الأفكار والمقترحات التي تضمن تحقيق المشاركة الفعلية للشباب في إنجاح المؤتمر. وفي المكلا أيضا أتلف مكتب الأشغال العامة طنين من المواد الغذائية والصحية منتهية الصلاحية، تم ضبطها في المحال التجارية خلال الفترة الماضية. إتلاف هذه المواد التي تم التحفظ عليها من قبل قسم الرقابة الغذائية والصحية بالمكتب جرى في سياق حملاته على المحال والمطاعم في مدينة المكلا بحضور مدير مكتب الأشغال بالمكلا عادل القريب وعدد من المسؤولين في المكتب. وقعت مؤسسة العون للتنمية على 4 اتفاقيات بكلفة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال، حيث وقع المدير التنفيذي لمؤسسة العون عبد الله عبد القادر بن عثمان بمقر المؤسسة على 4 اتفاقيات تختص الاتفاقية الأولى بالعيادات المتنقلة لبرنامج المدارس المعززة للصحة والتي ستنفذها مؤسسة طيبة للتنمية. وتهدف الاتفاقية التي وقعها مشرف مكتبي حضرموت وعدن صالح عمر بناعمة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لطلاب مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمحافظة حضرموت بكلفة 10 ملايين ريال، فيما تعنى الاتفاقية الثانية الخاصة ببرامج مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل للعام 2017 والتي وقعها الدكتور وليد عبد الله البطاطي المدير التنفيذي للمؤسسة، وتعنى برعاية البرامج الصحية والتوعوية التي تستهدف مرضى السرطان وجميع فئات المجتمع نظرا لازدياد عدد المصابين بالسرطان وارتفاع معدلات الوفيات بمبلغ 30 مليون ريال يمني، فيما تهدف الاتفاقية الثالثة إلى تأهيل مشروع مياه مدينة الهجرين التاريخية بوادي دوعن وتوفير الماء للمواطنين وتنفيذ خطوط الإرسال الرئيسية من خزانات التجميع إلى التجمعات الاستهلاكية في 6 مناطق، ووقعها عن الجهة المستفيدة عبد الله سعيد بعامر المدير التنفيذي للمشروع. وتقضي الاتفاقية الرابعة بدعم برنامج الباحث والمخترع الجامعي، وتهدف إلى نشر ثقافة البحث والاختراع في أوساط الشباب الجامعي وتطوير أفكارهم وفتح آفاق واسعة يحتاجها المجتمع. وقعها عن المؤسسة حضرموت للاختراع المهندس فهد باعشن المدير التنفيذي للمؤسسة بكلفة 20 مليون ريال.
هذا في الساحل. أما في الوادي فقد بدأت بمنطقة تاربع في مديرية سيئون أعمال البرنامج الأول لمؤذني وأئمة مساجد منطقة تاربع حول أحكام الأذان والإقامة، وذلك ضمن برنامج أذن أن ترفع. ويتضمن البرنامج عددا من الدورات الشرعية في أحكام الأذان والإقامة والخطابة، والذي تنفذه مؤسسة تاربة التنموية الخيرية برعاية مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء حضرموت. وفي حفل الافتتاح استعرض رئيس مؤسسة تاربة عبد الله عوض أهداف البرنامج الذي يصب في تعريف وتعليم أحكام الأذان والإقامة في المنهج الوسطي وخلق أجواء الترابط والتعاون بين مختلف القائمين على المساجد. بدوره ثمن مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالوادي والصحراء مراد رمضان ثمن جهود القائمين على الدورة ومشاركة الأئمة والمؤذنين للاستفادة والإفادة. وجرى الاطلاع على سير حلقات تحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية وسير الحلقات والدروس والمنهج الذي يدرس فيها والاستماع إلى نماذج من قراءات الطلاب. وعلى هامش البرنامج جرى تكريم الطلاب الأوائل بالمدارس الحكومية على جهودهم العلمية في حلقات تحفيظ القرآن الكريم وفي المدارس الحكومية. دشنت بمديريتي ساه وقيل بنيامين حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الذي نفذها مكتب الصحة العامة والسكان بالمديريتين، وتستمر حتى 23 من مارس الجاري بتمويل من شركة المسيلة لاستكشاف إنتاج البترول بترو مسيلة. ويأتي تدشين هذه الحملة ضمن المساهمات المجتمعية والتزام شركة بترو مسيلة لدعم ورعاية البرامج التنموية لسكان مناطق الامتياز المجاورة لعمليات الشركة في محافظة حضرموت. وتهدف الحملة التي بدأت في مناطق وأحياء مديرية ساه وتستكمل في منطقة رسب ثم مناطق مديرية قيل بنيامين تهدف إلى الحد من انتشار البعوض والقضاء عليه في بؤر وأماكن تكاثره. وفي فعالية التدشين أعرب الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية ساه أحمد صالح بفضل عن أمله في أن تحقق الحملة أهدافها، داعيا إلى ضرورة وصول فرق الرش إلى كافة التجمعات السكانية، شاكرا دعم ورعاية شركة بترو مسيلة لتنفيذ الحملة. وناشد الأمين العام للمجلس المحلي قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لإصدار التوجيهات العاجلة لإقامة وحدة متكاملة لمكافحة الملاريا بمديرية ساه بوصفها من المناطق الموبوءة بالبعوض وانتشار حشرة البعوض فيها بشكل ملفت منذ سنوات عدة. وإلى مديرية القطن حيث تشهد المدينة حركة تجارية نشطة في زيارة العلامة عمر بن محمد الهدار، وتشمل إقامة سوق تجاري ورقصات شعبية وفعاليات دينية وثقافية متنوعة. وأحيت رقصة الشبواني بالقطن مطلعها السنوي لهذا العام، وتم استقبال الفرق الشعبية من مختلف مناطق حضرموت. وضمن فعاليات الزيارة أقيمت أمسية شعرية بالقطن تناوب فيها الشعراء المشاركون بإلقاء قصائدهم المعبرة عن هموم المواطنين وتطلعاتهم. وتخللت أبيات القصائد القناء بصوت الداني الشهير بحضور جمع قفير من المواطنين الذين توافدوا من معظم مناطق المحافظة. سوينا زربادي للشباب يعني الربوع بالليل البارح، وسوينا زيارات للمرضى قبل يعني اسبوع كامل. من نهار السبت نحن بدينا في يعني في احتفالات الفعاليات المطلع من السبت، وحال واثنين زيارات مرضى وزياره مستشفى الكلى، وزرنا زيارات في البيت، ويعني الاسبوع كله كملناه بزيارات، وكملناها البارح بزرباري، والليله المطلع الختاميه ان شاء الله الليله والسمر بالليل. ختام الأخبار تذكيرا بأبرز ما ورد فيها. الإطلاع على جاهزية القوة الأمنية الأولى لدفعة الأمن والشرطة بساحل حضرموت. في لمسة وفاء كلية الآداب بجامعة حضرموت تكرم عمدائها السابقين وكوادرها المميزة وأوائل الطلاب. مؤسسة العون توقع 4 اتفاقيات لتمويل مشاريع صحية وتنموية بأكثر من 60 مليون ريال. إتلاف طني من المواد الغذائية والصحية منتهية الصلاحية بالمكلا.
وإلى هنا نكون مشاهدينا قد وصلنا وإياكم إلى ختام الأخبار قدمناها لكم من قناة حضرموت الفضائية. شكرا لكرم وطيب المتابعة وفي أمان الله.